أخيرا رسالة شاعر، حابين نسمع منك رسالة؟ والله رسالتي إلى البويتيك إنفايرومنت، البيئة الشعرية. أتمنى من البعض، مو الكل، من البعض، كافي تصريحات ما إلها معنى. يعني هل من الممكن أنه الله سبحانه وتعالى انطاك إحساس وما انطى للمرأة اللي هي عبارة عن كتلة كاملة من الإحساس ما تعرف تكتب شعر؟ هل من المعقول أنه الدراسات أثبتت إدراكك أنت يا الرجل 100 وعاطفتك 50 بينما إدراك المرأة 50 وعاطفتها 100 ما تقدر تكتب لك قصيدتين وثلاثة؟ يعني أنت إلك حلال من أنه تنغث وتنخان وتتعصب وتعبر وهي شنو تقعد بالزاوية؟ مثل ما اليوم أنت تنافس هي تنافس، مثل ما إلك عليك. ليش اليوم جاي نشوف كثير من المهن اللي هي منتسبة للمرأة؟ عندك الطباخ، المرأة شو تسوي بالبيت؟ تطبخ مو؟ ليش اليوم نشوف طباخين شيف على مستوى العالم؟ يعني هاي أكلها طيب وانت أكلك مو طيب مثلا؟ ليش اليوم نشوف بطولات صارت باسم المرأة؟ يمتى تعترف انه المرأة تكتب شعر؟ عساك لا اعترفت. انا عندي شعر، اقتنعت ولا ما اقتنعت وجهة نظرك؟ مثل ما انت اكيد نحترم وجهة نظرك ورسالتك ان شاء الله توصل. ممنون منك يا قلبي، شكرا لك. سامحيني اذا لا، بالعكس كنت لطيف جدا، وتحياتي لحضرتك وشكرا للكادر وشكرا لحسن. سعيده جدا بهاللقاء. حفظك ان شاء الله قلبي. الله يخليك. شكرا لك، ويا رب ان شاء الله نشوفك يا وسن باعلى المراتب يا قلبي. الله يحفظك، رحم الله والديك. تسلمين.